دائما شيرين ابو عاقله بتيجي للناس وبتعمل معهم لقاءات. بسعدنا انه مره ان احنا نزقط شيرين ابو عاقله الاعلاميه المتمرسه، بنقدر نقول المخضرمه، بس بدناش نكبرك عمرا، بس منكبرك تجربه. يعني كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا ربي. كيف الصحه؟ الحمد لله كل شيء تمام، نشكر الله. يعني رغم الجيش ورغم الكلاب ورغم كلاب الكلاب ورغم الخياله جاي تقعدي على الدرج؟ قاعدين والله. احنا في حاله ترقب دائمه، بتعرف الصحفيين احنا لا بنهدى بعيد ولا برمضان ولا باجتياح ولا بجائحة ولا بمنع تجول، فإحنا جايين نراقب. يعني إن شاء الله الأمور رائعة، إن شاء الله الشباب يكونوا، يعني الناس مبسوطة في شهر رمضان. يعني أنا بنت القدس أكيد. والقدس بتحزن صراحة، لأنه لا بيقدر يوصلها ابن الضفة ولا ابن غزة ولا حدا من برا، فوضع القدس مخنوق جدا. انك تشوف في شويه حركه والناس تقدر تتحرك وهذا المشهد باب العمود، انه الناس موجوده، بشرح القلب، لانه صراحه هم غايتهم يفضوا هاي المنطقه. فلما انت بتشوف شباب وصغار واطفال وناس عمالها بتيجي وبتشتري، كل ما صار في اقتصاد وكل ما صارت الناس تشتري اكثر، هذا بثبت كمان اهل القدس، بثبت التجار، ما بدنا محلات تسكر. أكيد. احنا والله انا بقول يا شيرين هذا المشهد، القعده هاي لحالها بتقهرهم. بالضبط. حتى لو شوفوا، لو بيلعبوا فوتبول، لو بيغنوا، لو بكذا، وكون وجود اي فلسطيني على الدرج هون لحاله بقهر، لحاله مقاومه.